فرقوا فوق منا. طبعا نحن اليوم بسدد متابعة سير امتحانات الدور الثاني لطلبة مرحلة التعليم الثانوي وقسميها العلمي والأدبي. اليوم طبعا مادة اللغة الإنجليزية، الطلبة الممتحنين خلال هذا اليوم بلغ عددهم 212 طالب وطالبة، ونتمنى بهذه المناسبة لهؤلاء الطلبة التوفيق والنجاح خلال هذه الفرصة اللي هي فرصة الدور الثاني. انطلقت الامتحانات نهار أمس الأربعاء 16/11/2022، اليوم كانت 17/11/2022 كانت الامتحانات اللغة الإنجليزية. الحقيقة كان رسوب كبير في مادة اللغة الإنجليزية في القسمين الأدبي والعلمي بمراقبة تربية وتعليم جالو. كان عندنا 105 طالب وطالبة في القسم العلمي و107 طالب في القسم الأدبي. نواكب الآن نحن في داخل اللجنة الأسئلة من حيث داخل المنهج أو خارج المنهج أو أي صعوبة أو غير واردة في المنهج أو غير طباعة غير واضحة. لحد الآن الأسئلة تمام، ماشي كويس، ما فيش مشكلة. بارك الله فيكم في هذه اللحظات، وشكر وتقدير لإذاعتكم الموقرة في مواكبة هذه لي، وبارك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة لهذا اليوم طبعا اليوم الخميس 17/11/2022، المادة لغة إنجليزية، عدد المتقدمين 107 طالب أدبي و105 طالب علمي، والامتحانات إن شاء الله جيدة يعني في متناول الجميع بإذن الله، ونتمنى لأبناء الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.